وانا مرتخي وغمتك هناك فرضا قدام وانا هنا اجيبه هنا وقس على ذلك، يعني تحركه عكس المكان اللي كان ناوي يروح له او بالاحرى كان نايم عليه عشان يعرف ان اي استعمال للقوه او ثقل اواكبه وسيؤدي للخف. يعني يا حصان احسن حل لك انك تريح يحفظ انك لو تكيت او سحبت بذلك قد ما سحبت وبتنكي قد ما تكيت، مما يعني انك انت تختار انك تفضي، فاختار التفضي من الاساس احسن لك. اليوم تفضي وانا خلاص ماني نيه اوامر معينه او تمارين معينه بكبك لنا، بس خذها قاعده، اذا كبيت لك العنان استغل الكبه هذه، تستغلها تحاول تسحب اني برجع اواكب. هذه النقطه من اهم النقاط. طبعا خلصت من اتوقع مقطع كافي، بس ابغى اسوي نقطه اجربها معه. طبعا مو بزاد جاهز للتمرين الخارجي اللي هو وانا هنا اجيب المقود من ورا ولف لفه كامله، جاهز بس ما ابغى اسويه حاليا، بس ابغى اسوي شيء معين مقارب له. فبنام مرتخي شوي من بجرجر واضح طبعا، بس بروح انا الان الجهه هذه وانا مرتخي ابغى يلحقني. روحين كيف ركبه لحقتني بدون طبعا ما انت من المقود عشان ما يجرح الركبه. الحقني انا امس لما سويت التمرين هذا وقبل امس يسويه، بس عقب ما يلف لفه كامله يمشي قدام شوي، يعني يلف معك بس من يوم يكمل اللفه يندفع شوي قدام. كل اللي صار انك بتزلق لو التكي يقوم يوقف، مواكبتك له خلت اندفاعه قدام يوقف ويرجع شوي ورا، هذا اللي يخليه الان ما عاد يقاوم. طبعا لانه صغير وما انحاش ما بعد يعني انعسر او شيء، يتقبل بسرعه، يكون تحسن احسن من غيره من نواحي لا شك فيها. بس زي ما قلت الجفله او الخوف فيه يكون زي الخيل الاخرى كفكره، طبعا اكيد بيكون اضعف جسميا اقدر اصارع لو بغيت، حتى ما تركب صح اطرح تو مهر، بس الفكره اللي بوصلها ان كونه صغير ما يعني انه ما يمر بنفس المراحل. الطفل الصغير في الروضه يدرس، في الابتدائي يدرس، المتوسط يدرس، بس المنهج على قد حاله، بس بالنهايه لابد يكون صعب مقارنه فيه هو. يعني انت لو اخذت اختبار ابتدائي واعطيته متوسط يرونه سهل، بس صعب على حق الابتدائي. فانت ترى التمرين ذا بالشكل ذا تافه لو سويته بحصانك، بس بالنسبه له هو صعب. فكل ما كان تافه صعب شوي، كل ما كان تافه صعب شوي. لو سويت التمارين دي ودقتك مضبوطه بيتحسن مع الوقت، لو سويت التمارين دي وشغلك خطا متوقع انه يسوء. لو اني اول مره قاودت كانت دقتي خطا لما سويت التمارين، متوقع اني لما سويت التمارين الزايده ذي كان حاسني. لكن لان شغلك مضبوط هناك وسويت تمرين اقوى ما حاسك. النقطه الثانيه انا كنت ابغى اسوي التمرين هذه المفروض اسويها مثلا، بعض الناس تسويها ورا كاميرا، بينما انا ابغى اسويها عند كاميرا عشان ابغى يخاف، زي ما شرحنا بعض المقاطع الاخرى. كان ودي اني اسوي شيء عشان اوضح الفكره، بس طبعا وضحناها بمقاطع اخرى قويه، شراع ازرق، الخيشه، الخرقه، الفوطه الى اخره. ففكره ان الحصان قدامك خاف وقدامك حاول ينطلق وما انطلق حصلت، بس الفكره كنت احاول اصورها لو قدرت، لكن ما حصل بالشكل المطلوب. انا لما اجي اغسله او احسه احب افك مره ثانيه المقود عن الخشم مع مراعاه النقطة الأخيرة اللي قلتها، اللي خليني بس أوضحها عشان أبدأ الكاميرا أوضحها. كيف خاف من الحبل؟ خاف من الحبل في الأرض؟ أعطاك ذاته يبغى يسقم نفس الوقت ما راح برقبته، مع أن الحبل على رقبته. يعني ما انحاش عشان يسقم الحبل، مع أني ماسك برقبته ما ركبت الحبل على خشمه. لو أن شغلي مضبوط ومعسور كان أول شيء سواه الأنتل بقوة هناك وسقم المقود. يدلك لاي درجه خفت رقبته بشكل مطلوب. انا المقود بالشكل هذا لاحظ عندي حلقه صغرت تكبر على كيفك. فلو لو كان المهر ساحب وراء، مهر صغير خلينا نقول، وساحب وراء وانا سحبته هنا وقاومني، فهو مجرد انه قاومني شوي تحرك معي خلاص الحلقه تنفك من نفسها ما ينخنق. لكن لو كانت ما في حلقه وتخنق خنق، سحب عكسك خنقته، تحرك باتجاهك استمرت على نفس الشده. زي لما تربط كيسه وتربط الحبل حق البنطلون بشكل خاطئ. ما عاد يتوسع، لكن لو ربطته بشكل صحيح يكون سهل توسعه وسهل طيقه، او بالاحرى سهل تفكه ان بغيت. هذا من اهم النقاط. طبعا القفل اتوقع الكبير كافي الى حد كبير. طبعا ابغى احسه او روشه او اي شيء زي كذا اخلي رقبه الحبل على رقبته، لانه لو قاوم المقاومه الزايده بشيء تافه مو باختبارات مهمه، ودي يكون الضغط على رقبته اولا عشان يعرف يتحكم في الضغط على رقبته، ثانيا اخف عليه نفسيا وجسميا كمهر صغير تو ما بعد استعد للضغط الزايد على الخشم. زي لما تركب الفم الشكيمه على فم الحصان او الحبل على فمه، ما تسويه الا هو جاهز، لو ركبته مو بجاهز ما راح يكون مستعد له. والله ما صعب.